مساء الفل. من ساعة ما دخلت الكورونا علينا دايما تلاقي خناقات مع الناس بتلبسش كمامة، خصوصا في المواصلات العامة، المولات أو الأماكن الحكومية. اللي يقولك أصل نسيت الكمامة في البيت ومفيش مكان قريب أجيب منه، واللي يقولك ما بحبش ألبسها عشان بتعملي ضيقة في النفس، واللي حاطط الكمامة في جيبه ما بيطلعهاش غير وهو داخل على أي بوابة، وأول ما يخش المكان يعدي بس يقلعها ويرجعها يحطها في جيبه تاني. في كتير مننا كده، وكلنا أكيد شفنا ناس بتهرب من إنها تلبس كمامة. لكن منا بطل القصة حقيقية النهاردة، كانت عكس كل دول. منا بعتت لنا تقول أنا على طول لابسة الكمامة ومبقلعهاش حتى لو هموت. مش لابساها عشان خايفة من الكورونا، لا، أنا بلبسها عشان خايفة من عيون الناس. طب تفتكروا يا ترى ايه اللي في عيون الناس بيخوف منا؟ تعالوا نشوف القصة من أولها. اسمي منا، في تالتة إعدادي، وعارفة إن سني صغير شويتين، بس جوايا وجع كبير قوي علمني أتكلم بطريقة أكبر من عمري. مبدئيا أنا إنسانة طموحة جدا، وبعتبر نفسي من الناس اللي لما بتحط حاجة في دماغها بتعملها، والحمد لله ملتزمة دينيا إلى حد ما، مختمرة وبلبس واسع وبصلي في الميعاد وبحفظ قرآن وبسمع تفسير وبقرأ كتب في السياسة والأدب. دايما بحاول أستغل أجازة نص السنة والصيف في حاجات مفيدة، بس للأسف عايشة مع أهل بدل ما يشجعوني أكمل اللي أنا فيه بيعقدوني ويكرهوني في نفسي. أهلي يا سالي بينتقدوا طول الوقت، بينتقدوا شكلي بطريقة صعبة وبتوجع. عندك بابا دايما بيفرق بيني وبين أخواتي عشان شكلهم حلو وأنا لأ. أنا عارفة ومعترفة إنهم أجمل مني بكتير، ودي حاجة والله ما بتزعلنيش خالص، بالعكس أنا بحب أخواتي. بس ليه أبويا يعيرني بحاجة زي دي؟ هو أنا اللي اخترت شكلي؟ هو أنا اللي خلقتني؟ هي ليه أصلاً الناس تقيم بعضها بالجمال والشكل اللي ما حدش اختاره ولا ليه إيد فيه؟ ليه اللي شكلهم أحلى هما اللي بيتحبوا ويكونوا محل إعجاب وتقدير، مع إن الأصل في الموضوع هو الأخلاق والمعاملة؟ هما دول اللي إحنا مسؤولين عنهم وهنتحاسب عليهم. أول حاجة ما شاء الله اللهم بارك على اللي انت بتعمليه وعلى حفظك القرآن وإنك متصالحة مع نفسك وبتذاكري وتثقفي نفسك، وصح زي ما قلتي أهم حاجة الأخلاق والمعاملة. الأخلاق اللي بينك انت وبين نفسك وبينك انت وبين ربنا، والمعاملة اللي بينك وبين الناس، ده بجد مش كلام إعلام وخلاص، هما دول اللي هنتحاسب عليهم منا. صح، تعالوا نكمل. من كتر انتقاد شكلي بقى ما عنديش ثقة في نفسي خالص يا سالي. أنا بمشي في الشارع خايفة الناس يتريقوا علي زي ما أهلي بيعملوا، عشان كده لما الكورونا جت كلنا لبسنا كمامات عادي، وأنا لبستها في الأول عادي، لكن لما لقيتها بتداري وشي وبتشيل عني حمل إن الناس تشوفني ما بقيتش أشيل الكمامة من على وشي، وبفضل لبساها طول الوقت ليل ونهار. وبعد ما هوجة الكورونا هديت شوية وناس كتير قلعت الكمامة بقيت برضو بلبسها. تقدروا تقولوا إنها بقت زي درع بيحميني من النظرات اللي بتضايقني. ما بقيتش بقلعها خالص يا سالي حتى لو حصل إيه. هو مبدئياً عايز أقولك على حاجة، الكورونا مش هوجة وهديت أو هوجة وخلصت، ده بالعكس إحنا ساعات نلاقيها في البيك أو في أعلى درجاتها، وساعات تخف شوية مثلاً في الصيف، بس كلنا لسه بنلبس كمامات يا منا. ربنا يلطف بينا ما نتفاجئش يعني كل شويه يقول لك ايه موجه مش عارفه متحور ايه، موجه مش عارفه ايه على ايه. يا رب ما نتفاجئ بموجه جديده يا رب. والصح اصلا اننا ما نبطلش نلبس الكمامه، مش بقول الكلام ده عشان قدام التلفزيون، بس فعلا كلنا بنلبسها. انا حتى وانا في الراديو بلبسها وانا على الهوا، اول ما نخرج من البيت نلبس الكمامات. بس في حالتك انت لابسه الكمامه ليل نهار بتستخبي بيها من الناس؟ لا كتير. وعايز اقولك على حاجه، انه لبسها الكتير ممكن يعملك حبوب في بشرتك
طب انتي مستريحه وانتي لابساها على طول؟ طب وشك؟ بشرتك تاني زي ما قلتلك؟ بتتنفسي عادي؟ طب في البيت بتلبسي الكمامه يا منى؟ تعالوا نكمل ونعرف. انا بلبسها يا سالي حتى لو كنت مخنوقه ومش عارفه اتنفس، ولو تعبانه وهموت برضو ما بقلعهاش، عشان محدش يشوفني. بقيت بزعل لما حد يقول لي انتي قمر او شكلك حلو او ايه الجمال ده، بقيت بزعل لانهم بيكذبوا عليا عشان ما ازعلش، وبعمل قدامهم عادي كاني فرحانه، بس من جوايا بتقطع. عمرها ما قالت لي كلمه حلوه تديني 1% ثقه، ولا اي حد في البيت، لا ابويا ولا اخواتي، كلهم نفس النوع ونفس النظام. حتى جدتي كل شويه تفضل تقول لي يا سوده، وانا مش سوده اصلا، بس عشان جدتي بيضه جدا فشايفاني سوده، مع اني مش كده، انا اغمق منها بشويه. وحتى لو سمراء، ده المثل بيقول ايه؟ لك السمار نص الجمال، مش مثل وخلاص. كل الاغاني اتعملت للسمر، انت بنفسك قلتي في اول رسالتك. محدش فينا بيختار شكله صح؟ انا بحب السمار ده، انا ساعات بغمق نفسي او ساعات بستنى الصيف عشان ابقى اغمق. ايه منا؟ تعالوا نكمل. لما بشوف صحابي وهما بيحضنوا اهاليهم بتوجع قوي. انا عمري ما اتحضنت ولا حسيت الاحاسيس الجميله دي، كنت بفضل اعيط واقول لي ما فيش عندي حد يحسسني اني غاليه عنده، يعني كلمه اهل وقرايب. ولحد النهارده بعيط لما اشوف اخوات بيحبوا بعض، بيحضنوا بعض، بيخافوا على بعض، او ام بتحضن عيالها. مش حقد والله، بس بعيط اني ما حسيتش الشعور ده من وانا صغيره. كنت بفضل اذاكر وافكر في حلول لمسائل الرياضيات عشان اشترك مع اصحابي في المنافسه. لما كانوا بيسالوني جبتي طريقه الحل دي منين، كنت بكذب عليهم واقول لهم ماما قالت لي عليها، ودايما بقول بابا جاب لي وجاب لي وخدني معاه وسافرنا ورحنا الحته الفلانيه، مع ان بابا في الحقيقه كان بيصفر اخواتي معاه وانا لا. وفي مره حكيت اللي جوايا لاختي، وبدل ما تحس بيا وتراضيني راحت حكت لعمتي، وكلهم فضلوا يضحكوا ويتريقوا عليا. ومن يومها وانا قررت مش هحكي حاجه لحد تاني. عندي اخوات وعندي اهل ولا كانهم موجودين. وزي ما شفت حلقه قديمه في برنامجك عن بنت بعتت لك كان اسمها جنه وبتكتب قصص وروايات، انا كمان بكتب روايات وبحكي عن مواقف بتحصل معايا، وبقى عندي اصحاب ومتابعين كتير بنات بس على الواتساب والفيسبوك والتليجرام. وكمان هتنزلي روايه قريب قوي على جوجل، وبدل ما اهلي يفرحوا بيا ويشجعوني مش بيدعموني خالص. وماما بتقولي الكتابه هتضيع دماغك وتقلل تركيزك، مع ان الكتابه هي اللي خلتني فاهمه الناس كويس جدا، وبسبب الكتابة بقى عندي معارف كتير على السوشيال ميديا، كتير منهم طلبوا يقابلوني وفي منهم من نفس البلد، بس أنا اللي بخاف حد يشوفني وما يحبونيش، زي ما أهلي بخاف يكرهوني، بخاف من نظرات كل الناس، ما عنديش ثقة في نفسي أبدا. الرواية اللي بكتبها فيها البطلة أهلها بيحبوها وبيحتووها، لأن أنا نفسي قوي أتحب من أهلي. لحد هنا وخلصت الرسالة أو القصة. كان نفسي ما نقفش عند الحتة دي يعني، وأنا حتى بقراها بقول أكيد هتنتهي أو هتقفل على قفلة حلوة. منا في تالتة إعدادي قدرت تكتب رسالة تخليك وأنت بتسمعها يعني تفكر في حاجات كتير، حسيت في حاجات كتير قوي، حسيت فيها انه وجع وان هي مضطره تبرر نفسها. يا حرام انا مش بحقد والله، انا ببقى زعلانه من كذا وكذا وكذا. ايه العالم القاسي ده؟ الاجيال اللي جايه فعلا سابقه سنها بكتير، بس يا ترى بقى عشان احنا دايما بنسمع القصه من طرف واحد، فبيبقى امانه وواجب عليا ان انا اقول كده. هل منا فعلا عندها حق في كل اللي قالته؟
هل ده حصل؟ هل في اهل ممكن يتريقوا على شكل بنتهم كده؟ ممكن نهزر مع ده؟ انا حتى هعتبره على انه هزار. ممكن جده تقول لحفيدتها يا سوده؟ ولا حب منا للكتابه والتاليف كبر المشكله قوي؟ ما لازم احط كل الاحتمالات. خلاها تقول تفاصيل طويله عريضه جواها غريبه. طب لو كان كلامها بقى حقيقي، نحللها ازاي عقده الكمامه دي؟ ازاي نقربها من اهلها؟ ازاي نحاول البطله اللي بتكتب عنها في روايات، البطله اللي بيحبها اهلها وبيحتووها، ليها هي وتبقى بطله في الواقع؟ اسئله كتير قوي في قصه منى. وعايزه اقول لكم وانتوا بتتفرجوا على القصه، السن ده موجود في كل عيله. مش معنى ان القصه انت مش بتمر بيها او بتعيشها يبقى ما تتفرجش عليها او ما تسمعهاش او ما تلزمكش. لا، انا جيت اتعلم من اول وجديد هنا، وكلنا بنتعلم سوا هنا في قصه حقيقيه. هرجع لكم بعد الفاصل. زمان كنا بنسمع عن ستات بتلبس النقاب مش تدين، لا، بتخبي مشكلة في وشها، حرق مثلا أو تشوه، بتستخبى فيه من نظرات الناس. منا بطل القصة حقيقية النهاردة، ادت لنا طريقة جديدة نستخبى بيها، والطريقة دي هي الكمامة. الكمامة اللي كلنا بقينا بنلبسها من بعد الكورونا عشان نحمي نفسنا، بس بنلبسها فترة معينة واحنا بره وخلاص. لكن منا بقت بتلبسها طول الوقت ليل ونهار عشان ما حدش يشوفها، لان اهلها اللي عايشة معاهم في البيت بيقولوا عليها وحشة، ابوها وامها واخواتها، حتى جدتها بتقول لها يا سودة. تخيلوا، مش طالعة مني والله العظيم. ومنورانا ومشرفانا دكتور هند البنا، استشاري الصحة النفسية، عشان نقول لمنا تعمل ايه. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا سيدي. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ بتحبي انت سن المراهقه ده قوي قوي قوي، بيرتاحوا لك قوي. السن ده جميل اصلا عشان سن ولادك، صح؟ وانا عندي بنتي سن المراهقه. حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ ايه رايك في القصه اللي سمعتيها النهارده؟ والله مشكله منا زي مشكله كل البنات والولاد اللي في سنها، اللي هم بيبداوا يشوفوا نفسهم وحشين. هو ده ايه، بيبقى تغير وهرمونات وكده؟ طبعا. انا الفتره دي بيحصل نقله ما بين ان انا كنت طفل لحد ما بقيت حد تاني، بمشاعر طفل لسه، بافكار متلخبطه، بجسم بيتغير بالظبط، بجسم بيتغير. انا مش قابل نفسي، انا مش لاقي نفسي هنا. طب لو انا تقبلت نفسي، العيله بقى هي اللي بتعمل كده؟ لا، مصيبه اكبر. ها، بصي هو موضوع العيله ده ممكن يكون فيه مبالغه من منا شويه، بس انت عارفه انا اول مره اسالك السؤال ده مش عارفه. لا، في مبالغه. انت عارفه القصه يا سالي اللي هي كانت بتاعه البطه السوداء؟ عارفه البطه السوداء ديت بدايتها ازاي وبقت ايه في النهايه؟ لا قولي لي، بس انا بحبها دايما بيتقال لي انت بنت البطه السوداء. لا لا، مش اللي هي دي. قصه البطه السوداء او البطه القبيحه عباره عن ايه؟ بيضه بجعه اتدحرجت وسط بيض بط. تمام؟ فالبجعه وهي صغيره تبقى طالعه لونها اسود، ما بتبقاش بشكلها الجميل ده. فالبجعه حست بالاضطهاد طول الوقت. البطه الام كلهم صفر بالظبط، كلهم حلوين، بطه صغير جميل، فحست بالاضطهاد طول الوقت، بقت منبوذه، شايفه نفسها وحشه. وبعدين لما كبرت اتحولت للبجعه الجميله. ده اللي انا عايزه اقوله لكل بنت مراهقه وكل ولد مراهق. ايه بقى اللي انت فيه دلوقتي ده؟ مش هو انت. ما تحكمش على نفسك من المرحله دي، في الحاله دي. ده احنا انت علينا شويه صور في اعدادي طبعا، مين ما تغيرش؟ مطلع تاني على تلفزيون بلدنا. مين ما تغيرش؟ والله لو اقول لك بالظبط. لسه بتكتملي، لسه بتكبري، ما تثبتيش على نفسك فكره دلوقتي وتقولي ان انا كده. بتلاقي اللي بيتخن واللي بيضرب ونقص شعره عشان كلهم قاصين شعرهم. طبعا فانتي فاهمه المرحله دي كلها لخبطه. اتطوري وقصيه، ده حبه صور والله يا هند لو يطلعوا. انا بقول لك تاني يوم محدش يشوفها. لا، كلنا بنشوف صورنا واحنا صغيرين نقول ايه ده، احنا بقينا كنا ازاي وبقينا ازاي. صح. فالفتره دي مش فتره حكم على الشكل خالص ابدا خالص، وبلاش تصدري لنفسك الفكره دي وتصدقيها وتقولي ان انا فعلا وحشه ومرفوضه. انت كده بتغذي عندك مشاعر الاضطهاد. معقوله كله؟ طب لما جدتي تقول لي يا سوده؟ بصي، الجدات او الناس الكبار ليهم طريقه، في التعبير عن الغضب، او ان هو يكون في سلوك مش عاجبهم. يعني حتى بالشعبي، يروح يا شيخ ربنا يسود وشك. يعني انت فاهمه، ممكن يكون تعبير على سلوك غلط. مش انت يا منى اللي خدتيه بالمعنى ده. صح. مش معقوله هتقول لك كده يعني. بس هي ما قالتلهاش يا سوده كده على طول. قالت لها ايه؟ يا اما وش اسود.
ولا انت مالك بس من لا لا يا لا يا موش اسود في الرساله كاتبه يا موش وش اسود. يعني ايه موش اسود؟ اللي هو يعني عليكي غضب سلوكك وحش يعني سلوكك غضب ربنا على وشك تصرفاتك يعني. مش حلوه انت قافله على نفسك مثلا منعزله ده تعبيرهم يعني الزمن الاجداد والجدات ليهم او الجيل ده كان ليهم استخدام للتعبير عن الحاجه مختلفه عن الازمان بس هي ازاي تكتب رساله معبره كده ولا انت شايفاها روايه من روايات انت حاسه في مبالغه في جزء منه مبالغه ما هي صح؟ ما هي منا عملت ايه خلقت لنفسها عالم تاني موازي هي رافضه الواقع رافضه نفسها مش لاقي نفسها هنا بس بتقعد تقول بابا جاب لي بابا عمل لي هي كلامها عن بابا ان هو بيفرق ما بينه وما بين بيسفروا وماما وهي لا وفي حاجه اسمها كده معقوله برضو هي الفكره ممكن تكون لاي سبب من الاسباب خد البنت بنات اخواتها وسافر بيهم ممكن تكون هي كانت مشغوله ممكن يكون كان ليه غرض تاني يعني هو هياخد البنتين التانيين ويسافر بيهم ممكن تكون هي سقطت في الماده مثلا لا قدر الله فبيعاقبها اي حاجه بس هي مشكلتها ان هي علشان اصلا هي عندها تصور عن ذاتها الجسميه او شكلها سلبي فبتترجم كل حاجه على هذا المحمل طب تحليلك ايه لشخصيه من هي شخصيه مراهقه عاديه جدا بتمر بالتغيرات اللي في المرحلة دي سواء شكلية أو نفسية أو انفعالية هي مش متقبلة ده هي شايفة أن هي لا تستحق أحسن من كده وعمالة تعمل حيلة دفاعية للتسامي وأنها تعلم من نفسها أنا بقرأ أنا بثقف نفسي أنا بهتم بكل الأمور أنا مختمرة أنا كل الحاجات دي عايزة توصل لدرجة عالية وصلها من نفسها هي اللي شايفة نفسها وحشة مش يعني مش هي أنا. عايشه في الروايه بتاعتها زي مثلا لما الواحد يبقى مثلا ممثل بيمثل دور فيتبحر قوي في الشخصيه فتلاقيه بقى شبهها او كاتب يكتب فيعيش القصه هي عايشه في عالم تاني هي عامله كده هي عايشه في عالم تاني بيرضيها نفسيا فبالترجم لو قلت لك كل فعل بيتعمل على اساس ان ده مقصود ان انا اللي وحشه طب الناس اللي في الشارع عالم افتراضي هي عملت اعلاء للي عندها في العالم التاني هي عايشة عالم موازي تاني خالص شايفة نفسها فيه أحسن بصي هي عندها مشكلة برضو مهمة هي بتسعى للمثالية يعني أنا عايزة أبقى أحسن حاجة طب ودي حاجة وحشة؟ في زيادتها بتبقى وحشة لأنها بتفقدك القدرة على الاستمتاع أنت مش مستمتعة بأي حاجة كل حاجة بتعمليها بجد قوي لأنه فعلا الواحد مننا بيكون مش متقبل نفسه يعني أنا عمري ما هبقى هادية حد بس يجي انا بطلب منك تبقي هاديه تعالى ثلاث وجمعه ان شاء الله وانا اكون هاديه مش هينفع يعني كل واحد وطريقته هي كانت بتحمل نفسها فوق طاقتها عايزه تتشاف بطريقه معينه عايزه تاخد مكانه معينه فبتعلي قوي بتقدر تقول لك انا اجازه الصيف والنص السنه انا بستغلهم على اكمل وجه لا انت عيشي سنك في حاجات محتاجاها تعمليها مش علشان عيون الناس ترضى عنك انت ارضي عن نفسك ابسطي نفسك ولا هسألك سؤال قبل ما أخد المداخلة الدينية معنا اقعدي فكري كده فيه الأجيال اللي جاية كبرت قبل أوانها يعني وباء عالمي صحيح. وحرب عالمية تالتة شافوا كتير ده اللي بيعمل فيهم كده بيخلي الذهن السوشيال ميديا العالم الافتراضي العالم الافتراضي بالذات والسوشيال ميديا بالذات وسعت مداركهم أكتر بقى يشوفوا حاجات كتير فكري بقى نحلها لهم إزاي لحد ما أخد المداخلة اتفقنا يا دكتور معانا مداخلة من رجل الدين الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء وزارة الأوقاف الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا استاذ ازيك يا شيخنا اخبار حضرتك ايه الله يسترك ويسعدك يا رب الله يسعدك على راسي بص بقى يا شيخنا انا هتفق معاك على اتفاق اتفضلي انا مش عايزه كلمتين اطيب بيهم الخاطر تمام انا عايزه كلمتين في الصميم اللي في الصميم هسالك بقى السؤال اتفضلي حكم هل الدين ليه حكم ان اب يبدي حد من عياله على التانيين قلبي بيمل يا اخي بحبه وبيريحني يا اخي هو الوحيد اللي بياخد باله مني تمام نعمل ايه بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين تحياتي لحضرتك وللضيفه الكريمه ان شاء الله حلقه موفقه ان شاء الله رب العالمين الله يخليك يا شيخنا مساله التفاضل بين الاولاد الأصل إن الواحد يتعامل مع أولاده كلهم معاملة طيبة معاملة يعني لا يفرق بينهما لكن مسألة الميل القلبي اللي حضرتك تقصديها قلبي بيمل وده بالضبط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل زوجاته لكن كان عنده ميل قلب شوية للسيدة خديجة أو للسيدة رزقت حبها تمام
لكن برضو بالنسبه للاولاد هيكون عندي ميل قلبي لحد مثلا لانه هو حنين عليا شويه، هو بار بي اكتر، هو طائع ليا اكتر، مفيش مشكله في دي. لكن في التعامل نفسه ما ينفعش افرق بين الاولاد في التعامل نفسه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه ان هو كان يقبل الحسن والحسين. الله. واحد من الصحابه قاعد عنده بيقول له يا رسول الله الاقطع بن حابس اتقبلون صبيانكم؟ والله ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: او املك ان نزع الله الرحمه من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي له الحسن والحسين كان يقعد ده، ودول احفاده فما بالك بالابناء كمان، كان يقعد ده على الفخذ ده ويقعد الثاني على الفخذ المقابل ويلعب معاهم حتى وهو بيصلي، كان يقعدهم وياخد باله وبتاع، لان في ناس حتى لما بتيجي تصلي اللي هو يقول لك لا العيال بتروح شايط، العيال بتعدي من جنبي مش عارف ايه، لا كان يقعدهم كده ويكمل. ففي ناس ما بتاخدش بالها ويقول لك ده حنين ده مش حنين. انا عايز اعرف لو هم يا مولانا دلوقتي طلبوا مني حاجه فوق طاقتي وهم ما بيعملوا ليش كل حاجه انا بطلبها، لو انا ما عملتهاش يبقى عقوق؟ بالنسبه للاولاد شوفي حضرتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها طب فاتقوا الله ما استطعتم. وحتى ربنا سبحانه وتعالى في انفاق الرجل على اهل بيته ربنا قال لنا ايه؟ لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. المفروض الانسان ينفق على اهل بيته بلا اسراف ولا تقتير. يعني لا يعني لان الاسراف حرام والتقتير اللي هو البخل برضه لا. يعني انا قصدي يا مولانا هم طلبوا مني حاجه، عشان انا بقى الحلقه دي معموله اكتر للمراهقين اللي في الاعدادي والثانوي وهم بيغلسوا عليا، فانا ينفع اغلس وما اعملهاش؟ لو من باب التقويم يجوز. لا انا اقوم اهلي، يعني هم يقولوا كده ما هو بابا ما عمليش كذا، فانا مش هعمل لبابا الشاي لما يطلبوا مني، مش لا قادر. انا هعمل نفسي نايمه. لا طبعًا لا، هذا خطأ. شكرًا، الله يسعدك يا مولانا. وعقوب؟ هذا خطأ. طب ده عقوق خطأ ولا لأ يا مولانا؟ يا فندم ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، أبوه كان مشرك، رغم كده لما كان في الايات المشهوره، واخد بال حضرتك؟ يا ابتي، كل كلمه منهم او كل ايه، انا اسف، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. يتحايل عليه حتى لو هو اوتي من العلم اكتر منه. اخر حاجه مولانا هسالك عليها، انه ايه عقوبه اني اقول لحد يعني يا اسود، يا ابو شكل وحش، يا تخين، يا احدب، يا 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 يا، دي عقوبتها ايه يا مولانا في الدنيا والاخره؟ حتى لو يعني لو الاهل هم اللي قالوا لطفلهم او ان احنا بنقولها لحد في الشارع. هذا يعد من الكبائر، احتقار والسخريه منهم، هذا من الكبائر. الله عز وجل، حتى لو للاولاد، ده المفروض ان انا بغرس في ابني الثقه بالنفس طبعا، بغرس في ابني حتى لو هو بغرس فيه ان هو يبقى عنده نوع من الالفه بيني وبينه وبين الناس طبعا. الله عز وجل حرم ذلك ونهى عنه، قال ربنا: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه لما مر من المرات قال لسيدنا بلال: يا ابن السوداء. لا اله الا الله. يا ابن السوداء. حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: انك امرئ فيك جاهليه.
واخد بال حضرتك؟ لان العبره ان يعني هما كانوا بيقولوا ان فعلا كلمه زي دي تعكر بحر كامل يا مولانا. طبعا نورتني وتسلم لي وعلى راسي، اشكرك يا مولانا. شكرا الشيخ اشرف عبد الجواد من علماء وزاره الاوقاف. نرجع تاني بقى، فكرتي في السؤال انا قلته لك؟ طبعا. ها يا دود، نعمل معاهم ايه لما يبقى هم موسعين مداركهم قوي كده الدنيا واسعه وشايفين حاجات كتير حروب عالميه ووباء غير كده كمان. يعني انت زمان احنا كنا متربى في بيئات شبه بعض، في ثقافات شبه بعض، دلوقتي بيشوفوا حاجات. ده اللي حضر الحرب زمان كان يقعد يحكي قوي لك حط ازرق على اللب. ايوه، لكن دلوقتي بيشوفوا كل حاجه. مش هنقدر نمنع ده، بس لازم نكون احنا مستوعبين ان ذهنهم بيكبر عن ما احنا شايفينهم. ولما يقلوا ادبهم بقى، يعني لما البنت كده تبقى فاهمه عن امها وبتتكلم مثلا فرنساوي او بتتكلم انجلش ومامتها ما بتتكلمش، وانا اللي بدفع فلوس مثلا المدارس. أيوه. وانا اللي بعلمك، وانا اللي باكلك، وانا اللي بشربك، وده طبيعي لانه ربنا امرني بكده، فانا بعمل كده كويس، يعني ببقى كويسه معاكي. بس تيجي تقلي ادبك بقى اعمل ايه؟ ويقول لك التربيه الايجابيه، هيبقى هنا الام تعمل ايه؟ طب هنا هيبقى غلطه مين من الاول؟ ما احنا لازم ندرك الخطا جاي لا منين. لا مش غلطتي ان انا ما ربيتهاش، لا ربيتها بس قعدت مع شويه عيال شبهها او ما عليا. ما حطيتش الحدود ما بيني وما بين بنتي. انا بس يبقى بينا حدود رهيبه كده. انا في صاحبتي ما ماشي بحترمك، بس مش هتقلي ادبك على ماما، مش هتغلطي فيها. او يا ماما ما انا مهما شرحت لك مش هتعرفي تفهميها. على فكره بصي، اهم كومنتس زي دي لاهلها. اهم حاجه يا سالي، واحنا بنربي اولادنا نربي عندهم الضمير. الضمير ده هو اللي يفرق كتير قوي. او الرحمه، الضمير بالذات يعني، والرحمه طبعا، بس الضمير ناحيتنا. العلاقه ما بيننا اللي هي تبقى ما تاخدوش بس، خدوا وادوا. طب انت حاسه ان هي على قد ما ناخد وندي، حاسه ان انه هي ضحيه مع اهلها ان هي ما ردتش عليهم، ولا في حاجات المفروض كانت تبعتها لنا؟ اكيد هي ردت ولا ما ردتش. انت حاسه بنت بسرعه البديهه وبالذكاء وبالثقافه دي، بصي هتسكت لما حد يقول لها يا سودة؟ خليني اقول لك بس الجمله بتاعت يا سودة اللي هي جدتها بتقولها لها دي مش هتتقال غير لو البنت دي على طول مثلا مبوزه، على طول قافله على نفسها، فاهم؟ وش اسود يا اللي انت كأبانه، يعني انت كأبانه في البيت يعني. طب ما انا رحت حكيت لاختي وراحت حكيت لعمتي وبقيت اضحك. كلكم عم تضحكوا على التريقه عليا. انت مكبره الموضوع، محدش واخد باله من اللي انت واخده بالك منه. بتضحكوا على احزاني؟ انت محدش واخد باله من اللي انت واخده بالك منه، انت بتبالغي. انت المشكله عندك، وعملتي عليها تركيز قوي، وترجمتي كل حاجه هم بيعملوها عليكي. بس هنا في يعني نقطه واحده. هم ما كانوش بيتريقوا عليها؟ ممكن ما يكونش تريقه اصلا، ممكن ما يكونش تريقه، ممكن تكون كلام عادي، هي اللي خدته كده. بس هم احيانا بنحكي لهم على مشاكلنا مثلا، ممكن تكون منا عملت كده فقال لك يا عم. ممكن يكون البيت اصلا ملخبط يا سالي، ممكن يكون البيت فيه مشاكل، فيه لخبطه، هي مش لاقيه نفسها في البيت. ما كتبتهاش في رساله بس قالت لفريق الاعداد انه باباها دايما يقول لمامتها انا هطلقك وعايزه اخلص منك. فهي بتقول انا نفسي تتطلق عشان ما تتهنش. هي حامي الحما. لا هي مش حامي الحما، هي متوحده معاها. هي حاسه ان هي اللي متهانه في البيت، مش لاقيه نفسها. طب ما مامتها مش واقفه جنبها تحس ان هي متهانه. بس هنا الوحيده اللي اتكلمت عنها بشكل ايجابي شويه قالت انا نفسي ماما تحضني. مش بس قالت ماما. ان هي بتقولي ما تقريش كتير وبتضيع وقت. ما هو البنت ممكن تكون من كتر ما هي، ما انا قلت لك هي بتعوض احساسها بفقدان ثقتها بنفسها او احساسها ان هي مش متشافه بشكل كويس بالمبالغه في الحاجات دي. ممكن تكون بتبالغ لدرجه طب تعالي اقعدي معانا لا انا بقرا، طب تعالي نخرج سوا لا انا مش فاضيه انا بكتب. ممكن تكون هي مبالغه قوي في الحكايه دي علشان توصل لايه، للرضا عن نفسها والناس تأيدها. السن ده بيبقى محتاج ايه؟ احتواء جدا. يعني ممكن احتواء اعمل لهم ايه؟ يعني ممكن بدون مناسبه كده وانت قاعده مع بنتك تقول ايه الحلاوه دي؟ يا سلام. والله. طب ولما تروح بقى تبقى عايزه بره حد يقول لها يا اختي ايه الحلاوه دي؟ ما هي لو قالت لها مش هتدور على بره. طب ما هو بيأمنوا على كلام ماما بيقولوا لي ايه الحلاوه دي؟ لا بتخافي برضه يعني انت بتتعاملي مع السن ده بالشوكه والسكينه. انا بخاف من السن ده. لو شبعت، بصي عايزه احتواء وعايزه تشبع مشاعر وعواطف وعايزه تتصاحب. ولد او بنت على فكره، عايزين يتصاحبوا، عايزين يتسمعوا، يعني اسمعي بيقولوا ايه. طب انت مع التربيه الايجابيه ولا لا؟ بالنسب مش دايما بتجيب نتيجه، او بصراحه يعني التربيه الايجابيه يعني فيها ساعات ما تديش زغده كده ولا كده قرصه كده ولا كده، ما اقولش ضرب. لا بلاش ضرب ولا حاجه. ممكن قرصه كده. انا بقول لك احنا لو بنربي الضمير مجرد النظره هيتبان ان في مشكله. ولا عشان احنا اتربينا بالشبشب والشماعه وفي ناس بتضرب بالخرطوم وفي ناس بتضرب بالحزام. احنا اتربينا برضو بالنظره على فكره، يعني انا على النظره دي واحنا عند الضيوف. لما خلينا نعمل حركات بلدي ده لما نرجع وانا اعمل ان انا مش من هنا نفهمها دي. اي يعني الجيل ده، طب ما احنا مش عايزين نتربوا زي ما احنا اتربينا. ده رايي هو المشكله. متهيألي ومشكله الجيل ده كمان ان هو متساب كتير لوحده، يعني متساب على السوشيال ميديا كتير.
لازم نخصص وقت لينا مع اولادنا، نقعد نسمعهم، نسمع يومهم، نسمع افكارهم المتغيره طول الوقت، نديهم ايجابيات عن حاجاتهم. انا شايفه ان برضو حاله منا مش عامله اي انشطه اجتماعيه ولا فيها علاقات مع حد، ده ضروري جدا انشطه اجتماعيه. يعني ايه ان هي تلعب رياضه؟ قصدك رياضه معينه؟ انا في انتر اكشن مع الناس، ما يبقاش كله عالم افتراضي. بالظبط، هي كده عايشه عالم افتراضي وعايشه عالم بتاعها خالص. هي عندها حاله نفسيه؟ هي دلوقتي عندها مشاعر اضطهاد، قصادها جه مشاعر احساس بالعظمه، طبعا مبني على الثقه، عدم الثقه بالنفس. العظمه اللي هي نرجسيه قصدك فيها، نسبه نرجسيه؟ شويه كده، اللي هي انا كويسه جدا اهو، ما مش شايفيني كويس ليه؟ مع طبعا ضعف الثقه بالنفس، بس مش بقول ان دي حاجه كبيره دلوقتي، هي هتكبر لو انت ما اتصالحتيش دلوقتي مع نفسك. دي مشاعر مراهقه عاديه، انت بس مشكلتك ان انت بتعززيها، بتثبتيها على نفسك. سن رعب. ولو كبرتي طبعا، ولو كبرتي على كده صدقيني حياتك مش هتبقى حلوه. صححي افكارك، شوفي الواقع زي ما هو، ما تعزليش نفسك عن الواقع وتعيشي عالم تاني. تروح تتكلم مع اهلها تقول لهم انا محتاجه احتواء؟ اكيد اكيد، لان هم كمان ممكن تكون هي اللي منعزله. ما بصي انا حاسه من الكلام كده، الجده بتقول كلمه مش لطيفه، الاب ياخد اخواته واخواتها ويمشوا، هي اللي قافله على نفسها، الام كفايه قرايه. انا حاسه ان هي اللي عامله نفسها، ودي من ضمن مشاكل المرحله المراهقه اللي هي بقى الاغتراب. انا قافل، حاسس بغربه عن بيتي وعن نفسي، وقافل على نفسي، عايش في العالم بتاعي. فممكن تكون هي اصلا اللي عامله كده، بس هي مش هتقول ان انا اللي عامله كده، ده هم شايفيني وحشه. هل من المنطقي ان في اب او ام هيفضلوا واحد عشان الشكل؟ ده غير منطقي طبعا، عشان الادب والاخلاق، وان هو بيعمل لهم اللي هم عايزينه. ولا والله والله ولا حاجه من الحاجات دي، دي مشاعر اصلها ما بتبقاش محسوبه بالطريقه دي. مش بشوف ان في فرق بين الولاد. لا بس المؤدب يتحب اكتر يا هند. المريح ممكن، اللي بيريحك، اللي بيريحك شويه. اللي بيريحك شويه. نورتيني وتسلمي لي على راسي. ثانك يو يا دكتور. ميرسي حبيبتي. ولو هي عايز توصل لك هنوصلك بيها. اكيد يا سيدي طبعا، انت عارفه على راسي طبعا حبيبتي. ايوه انا دايما باجي احرج امنا في البرنامج. لا من غير حاجه طبعا، انت عارفه. حبيبي منورتيني. استنونا بس بعد الفاصل. فكل رسالة بتجيلنا في البرنامج بيبدأ الموضوع بمشكلة وبينتهي بأن صاحب المشكلة محتاج حل، لكن منا عكس كل الناس اللي بعتت لنا قبل كده. منا بدأت رسالتها بالحل وبعدين حكت المشكلة. منا انت بدأت رسالتك وانت بتقولي ايه؟ ليه أصلا الناس تقيم بعضها بالجمال والشكل اللي محدش فينا اختاره ولا ليه ايد فيه؟ وإن الأصل في حياة أي إنسان هو الأخلاق والمعاملة، ودي حقيقة، لأن هي دي الحاجة اللي إحنا نقدر نملكها ومسؤولين عنها وهنتحاسب عليها، وهو ده باختصار الحل. وكلام كبير فرحانة بيكي قوي لما أسمعه من بنت لسه في تالتة إعدادي. واضح يمنا فعلا إن حبك للقراية والكتابة والتأليف خلى زي ما بيقولوا إيه، وسع مداركك، خلى إدراكك كبير. بس اللي يحزن بقى، تعالي نتكلم بجد، ان جواكي اتنين بيتخانقوا طول الوقت. واحده فيهم البنت الصغيره الضعيفه اللي تصرفات اهلها جابت لها عقده واثرت عليها، ما بقاش عندها ثقه في نفسها فسجنت نفسها جوا كمامه. وبنت تانيه قويه مبدعه شاطره دماغها كبيره والناس عايزه تقابلها وعندها موهبه وروحها حلوه وطريقه في الكلام تجنن. طب ايه؟ طب ايه؟ ده غير انك طموحه وبتقعدي تفكري كتير انا هعمل ايه وهينزل لي روايه ايه، ملتزمه بتصلي في الميعاد وفاكره فروضك وبتحفظي قران وبتسمعي تفسير شاطره، وكمان في نفس الوقت سياسه وادب وبتثقفي نفسك، ليكي معجبين، شايفه قد ايه المميزات. انا عماله اعد وانا فرحانه بيكي، بس مشكلتك الحقيقيه بقى انك محتاجه ان الشخصيه اللي انا عماله اتكلم عليها الحلوه اللي تجنن دي تبقى واعيه، تنتصر على البنت الضعيفه المهزوزه وتتخلص منها. هي دي الحاجه اللي محتاجه انك تشتغلي عليها الفتره اللي جايه. حل الموضوع ده كله جواكي قبل ما يكون عند اهلك، قبل ما يكون عند اي حد تاني. اعملي سيرش على جوجل انه ازاي اتقبل نفسي، سواء شكلي سواء لوني او قدراتي، ازاي احب نفسي. احمدي ربنا على كل حاجه من جواكي. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، في ناس لو انت بقى بتصلي بقى بجد بقى وحلوه وشاطره وملتزمه ما شاء الله اللهم بارك، في ناس بتصلي لترتاح منها، انا صليت الفرض اهو خلاص يا رب، وفي ناس بتصلي
لترتاح بها. أنا جاي لك أهو يا رب، سمعني. شفتي الفرق؟ ده دي في حاجة واحدة. تعالي نتكلم بقى في الحاجات التانية. جدتك من إمتى وإحنا بناخد بكلامهم؟ بتهزر معاكي. طب أنا كنت ممكن أروح لجدتي الله يرحمها مثلا مش لابسة ذهب ولا بتاع، تقولي إيه ده؟ وأنت بقيتي فقيرة؟ أقعد أبص لك كده عادي، يعني إيه المشكلة؟ وجدة تانية كانت تقعد تقولي كولي ما يهمكيش بكرة تطولي، تتي الله يرحمها جدتي، ويقعدوا يتريقوا عليا يقول لك هتطولي اكتر من كده، انت طويله قوي، روحي تطولي تاني. ولا كاني سامعه. دي شخصيتي انا، انا اللي ببنيها. مين مننا ما حدش يتريق عليه؟ مين مننا في مكانه ده مثلا؟ انا كان بيتقال لي اشمعنى تبقى مذيع؟ ما الناس كلها عايز تبقى مذيعين، ومن الناس في اهلي. انت بقى بيقول لك لا ما تكتبيش، لا ما تقريش، لا ما ده طبيعي. ممكن يكونوا خايفين عليكي من انه يعني لما قعدت اتكلم معاهم كده قعدت صفا، ليه قلتولي كده مع ان انا كنت حاسه ان انا يطلع مني حاجه حلوه واثقه في نفسي؟ فهمت وارتحت. قالوا لي عشان ما تتعقديش لو ما حصلتش. شفتي الجمال؟ شفتي الفرق؟ حتى لو هما بيعاملوكي وحش، اقول لك على حاجه، حتى حاجه كتبتها على الفيسبوك ومؤمنه بيها ومسلمه. في مكان معين في الجنه، ويا رب يطلع الامنيه دي صح والدعاء ده صح، للابن اللي بيتبهدل من اهله، بيتبهدل بجد، اللي بيزعقوا له على اخواته التانيين، اللي بيتدلعوا عليه، اللي بيتبهدل 24 ساعه، اللي لو الاكل اتاخر يتخانقوا معاه، اللي لو هو زهقان يجي ينكد عليه. ليه؟ عشان بيحبه اكتر. انت عارفه ان في حاجه اسمها عقوق الوالدين؟ اول ما اهلك يبتدوا يلينوا في الكلام معاك، يعني ركز في الحتة دي، إنه يلينوا الكلام إنهم خايفين على زعلك، ده عقوق والدين. مش هقولك أكتر من كده. شوفي بقى أنت مكانك الحلو ده فين، ولو بيتدلعوا عليكي نعمل إيه؟ زي ما سمعتي من دكتور هند في الفقرة اللي فاتت، اعملي كده. يمكن هي الطيبة الحنينة وبتحب السن بتاعكوا ده قوي، ولو عايزة تتواصلي معاها إحنا هنكون حلقة وصل، وهيحصل وهطمن عليكي، ومبسوطة إن أنت بعتي لي جدا، وبحب السن ده قوي وأنت عارفة. بتمنى من كل اللي شافوا الحلقة وسمعوها النهاردة واتفرجوا عليها يكونوا استفادوا. مش معنى ان هي بنت في تالتة اعدادي ان احنا مش هنسمع. اسمعوا الاجيال اللي جاية بتفكر في ايه. دي الاجيال اللي جاية لما احنا هنقعد. هستناكم في حلقة جديدة بأبطال تانيين وقصة حقيقية. باي باي.